السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم أول حاجة، غادي نديروا دورة على الطويرات وغادي نعطيكم أحسن علاج فعال بالنسبة للفرش سنة 2024. يعني بالنسبة للإخوة اللي غيمشيو يشريو شي تقطيرة ولا شي حاجة، دونك هادي راه فعالة 100%. هاكا تعرفوني إلا عطيت شي حاجة اللي راه حتى كنجرب وكنعاود نجرب ونتأكد عليه باش كنعطي. دونك هاد النتوة راه بدات كدور العش، الوليدات الحمد لله راه هنا هما غاديين. أنا صراحة راه يلاه دخلت كنشوف في الوليدات، راه كنشوفهم مجموعين كومسا باش نعرفو القضية فين ماشية فين واصلة. دونك راه الوليدات كلشي راه كيما كتشوفو راه كلشي بخير وعلى خير. كاينة غير هاديك النتوة اللي كتجمع العش، راني صافي عطيتها العش، عطيتها يعني تكرات بيكات البارح. دونك عاوتاني اليوم غادي نهزها ونلوح عليها الذكر ونمشيو في طريق العلاج ان شاء الله بالنسبة للفرش. اخوان كيف ما كتعرفوا هذا العام يعني تواجد عندي الفرش مني بديت في بداية الموسم. خديت التقطيرة الاولى من عند الغيطاري ما كاينش. بالنسبة للاخوان اللي في كازا راكم عارفين الدوايات ما بقاوش كيدخلوا ولاو مانعينهم عليهم، وقيله بحكم ان البيض بياطير دخلوا الى غير ذلك. اللي عنده شي حاجه راه عنده شي حاجه قديمه. دونك خليت التقطيره الثانيه حتى هي نفس الشكل، مادام انه راه كتبان لك كتنقص شويه، ولكن مادام كتهز الوليدات وكتلقى الفرش كاين راه الا وانه ماشي فعال. صراحه مشيت عند واحد الصديق اللي كاين في قريعه وقلت ليه الحكايه، قلت له ودي راه هاد العام راه ما كاين حتى شي حاجه وانا كنعرفو هاد السيد الثقه. دونك اقترح عليا واحد الدواء، وانا ما يمكنش ليا غادي نتكلم على هاد الدواء قبل ما نجربه، وراكم عارفيني راه بني كنعطي شي حاجه خصوصا في العلاجات. العلاجات لان شويه فيها واحد شويه الدم، ماشي اي دواء غادي نقول لك. يعني الا ما كنتش مجرب ومتاكد منه راه ما يمكنش ليا نبارطاجي معاكم، وهذا راه ماشي دعايه ولا اشهار ولا شي حاجه، هذا غير الاخوان باش تصوفيو الطويرات ديالكم. وانا استغربت لهذا الدواء لان الدواء كيقضي على الفاش، ماشي كيترش عليهم ماشي كيتقطر لهم، ولكن كيدار في الشرابه ديال الماء الاخوان. يعني في الاول غادي تجيك غريبه او كيفاش دواء يعني يمكن لي ندير الدواء انا في الشرابه ويشربوه الطويرات يقدروا يموتوا، تقدر تجري تجرى لهم شي حاجه. بصراحه بديت في الاول مع واحد جوج كوب كو يعني جوج نتاوي مع الوليدات اللي كانوا غارقين همشه. ضربت الاسبوع الاول وعاودتهم الاسبوع الثاني، ما نكذبش عليكم في الاسبوع الثاني يعني كل شيء داك الشيء كرم ما بقاش. يعني تاكدت ان الطويرات راه ما غطرا لهم حتى شي حاجه، وراه الطويرات اللي كتشوفوهم من الاولين اللي بديت معاهم العمليه راه صحتهم هاي كتبان لكم، راه ما عندهم حتى شي مشكل، بالعكس جاو زوينين لانه الفاش ما بقاتش كدور بهم. دونك الدواء هو هذا الاخوان، سميتو اكزولت، هاي او اكس زد او ال تي اكزولت. انا بني قلبت عليه تقريبا كيدير شي 3000 درهم لتر. دونك هنا راه مشيت خديت غير 2 ميلي يعني كد هكايا ب 70 درهم. دونك بالنسبه اللي عنده راكم عارفين العدد ديال الطيور اللي عندي، راه عندي طويرات كثار راه كثير. دونك كتاخذ واحد ميلي كديري في يطرو ديال الماء وكتعطي الطويرات يشربوا، من بعد سيمانه كتعاود نفس العمليه، كتفرقي على الشرابات الطويرات، والغد الاخر كتحيدي ما تخليش عندهم. يعني درتي اليوم في الليل، الغد الاخر تجي في الليل غادي تحيد هذاك الماء، غادي تخويه في شي قرعه وصفيه مزيان، لانك راك عارف الماء بني كيكون في الشرابه ضروري غادي يحتل فيه شي حاجه يقدر يكوانسي لك هذيك الرشاشه، غادي تصفيه بشي زيف وديريه في الرشاشه وعوم به الطويرات. شوف رش على الماكله رش على سميتو ما تخافش من شي حاجه. هذا الاخوان على ضمانتي، وانا لا عطيتكم شي حاجه راه كنكون واثق من الهضره اللي كنقول، راه ما كاين لا هوك لا هوك.
يعدي غير نيشان، حاجه خدامه خدامه، حاجه ما خداماش ما خداماش. دابا حاليا شوف ايفيرميكتين اون ديك طوديك تخربع كلشي نساه. خذوا الاخوان هذا اكزورت وتفكروني غير برحمه الوالدين، هذا راه فعال غير هو بني دخلت. يعني راك عارفيني ضروري خاصني نبحث نعرف مناش متكون كي داير. المهم هذا الناس كينصحوا، يعني الناس اللي خرجت الشركه كتقول لك انك في حاله يعني ما عندك لا فاش لا حتى شي حاجه وبغيتي تبدا تعالج بهذا، المده ديالو 3 شهور، يعني كل 3 شهور غادي تاخذ 1 ملي ديري فيه طرو ديال الماء وتفرقيه الطويرات اللي شاطع هو مهبل. هذه هي الطريقه ديال الاستعمال، واستعملتها ورا ما نكذبش عليكم، يعني الطويرات راه كانوا عندي مكرفسين، ربما راه شفتو في البدايه ديال لي الفاج ديالي راه كانوا الطويرات يعني صراحه كانت حالتهم حاله، لانني كنت ناسيهم شويه هاملهم، كنت باعدهم عندي اللي باغي كنخدم بهم في السطح. دونك تكون الفاش تنتفو بزاف هما تضاربو تكرفسو. دابا الحمد لله راه كتشوفو ليطا ديال الطويرات راه كيبانو ممتازين، وهذا الحمد لله بفضل الماكله اللي كتعطى وبفضل هاد اكزوت. خذوها الدراري وتفكروني، راه ان شاء الله ما غاديش تندموا عليه. هذا راه المهم راه كيتباع في قريعه، انا لقيتو في هذه، هو راه كاين البواطه غير هو كي ياخذ لك السورانغ وكيجر لك منها. شوف انت على حساب قد الطويرات، انا راكم الشهر عندي تقريبا 16 كوبله اللي خدام بها هذا العام، راه خديت 2 ملي كفاتني، 2 ملي كفاتني، يعني غتجيب الملي الاول غديري فيه طرو ديال الماء وبني ديريه في الشرابه، ماشي بالضروره تعمر الشرابه، ديرها على هذا الحد غير من الناس يشربوا الطويرات، باش هذاك اللي يطرو يكفاك يدور على الشرابات كاملين صافي. ومن بعد راه ضروري ما غادي تلقى واحد شويه شاط، انا داك شويه اللي شاط شديته صفيته وزدت عليه شويه الماء ورشيت به قفوزه وعومت به الطويرات، والحمد لله جاب نتيجه ممتازه اخواني. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما عرفتش هاد الدواء واش متوفر عند الجميع، ولكن انا راه لقيتو عند واحد السيد بالنسبه للناس اللي في كازا، يعني راه ماشي في سوق العيون ولكن في الجهه الاخرى من جهه درب السلطان، تما راه كاينين هذاك، نسيت لي على السميه والله العظيم هذاك السيد نسيت لي على السميه. المهم نتوما راه السميه هاي عندكم، سولوا عليه في ما لقيتوه خذوه. ها هو اكزورت، كنتمنى تكون واضحه، ها هي اكزورت. وقبل ما تشري دخل عليه، دخل جوجل ودير البحث عليه وشوف طريقة استعمال وسميتو. رانا حاولت نعطيكم يعني نبسط لكم طريقة استعمال، ولكن راه حاولوا تقراو تانتوما باش تعرفوا معلومات أكثر. تحياتي الإخوان، السلام عليكم.